السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا يعني موضوعنا اليوم موضوع متميز على الآخر. إحنا اليوم رح نقوم بعمل يعني راوتر لينوكس راوتر، لأنه يعني أفضل طريقة علشان تتعلم يعني الشبكات إنك تصنع شبكة. وأول شيء بالشبكة لازم يكون عندك راوتر، لازم يكون عندك سويتش. سويتش بتقدر تشتريه يعني بجزء بأي مبلغ، يعني ممكن تجيب سويتش ب20 دينار، ب30، فيعني انت حر بالتكلفة اللي ممكن انت يعني تتحملها. فاحنا الآن راح ننتقل للراوتر تبعنا. طبعا هذا الراوتر هو عبارة عن لينوكس راوتر. يعني انا لو ورجيتكم هون، لو حكيت له كات سي، فهو عبارة عن سنتوس ريليس. طبعا هاي سنتوس عبارة عن نوع من انواع اللينوكس، يعني هي عبارة عن ديستريبيوشن كثير رائعة. الباكجز اللي احنا بدنا اياها هي عبارة عن التالي. بدنا طبعا اول شيء اعمل سيرش ريبوزيتوري. يام اودران. طبعا انتم بتشوفوا هنا في مجموعة كبيرة من يعني ريبوزيتوري. في عندك هاي ممتازة جدا، وفي عندك كمان اللي احنا بدنا اياها، يعني اللي هي هاي. فانت بتحكي له كوبي، بتحكي له يام انستول، وبتعمل له في. طبعا بحكي لي انه موجودة وهي اللاست ريليس، واذا حكي اذا حبيت يعني يوم تعمل ريبو ليست، فانت شايف هنا انه مباشرة، بس بضل عندك تعمل يوم ابديت فقط. ابديت في اي، بعدين بدك تعمل يوم انستول. طبعا يعني اي راوتر اقل شيء لازم يكون فيه اللي هو راوتينج انجن، اللي هو راح يكون عندنا كوغا. لا راح يحكي لي انه هو احدث يعني نسخة الكوغا الموجود، وهي بالنسبة للراوتينج انجن. كمان بلزمك اللي هو DHCP D DHCP D3 DHCP. جرب هيك. بيقول لي انه هو لاستست فيرجن، انه موجودة عندي. يعني هاي بس الاشياء البسيطة. طبعا كمان لازمك ايش اللي هو الفاير وول. طبعا يعني اتوقع شور وول هو يعني الافضل انا شفته. ليش؟ لانه بيريحك من الامور يعني الامور البسيطة والتفصيلات يعني. فانت بدل ما تقضي 90% من وقتك على الفاير وول وتعمل يعني ترابل شوتينج يعني تريسينج للباكيتس وايش اللي لازم تسمح له وايش اللي مش لازم تسمح له، شور وول بيريحك من هاي الامور والتعقيدات كلياتها، لانه هو عبارة عن يعني عبارة عن نماذج بتعبيها للشور وول، والشور وول هو بتعامل مع الفاير وول تبعك، هو بيعمل لك له كومبايليشن. وهاي طبعا اول شيء لازم تيجي تحكي له كوبي من اليوزر شير دوك كوغا. بعدين في عندك يفضل تعمل all dot سامبل. هذول لوين بدك تبعثهم؟ بدك تبعثهم للاتسي لكوغا. هون انت شايف انا يعني بعثتهم كلياتهم، فبس بدك تعمل هيك، تكبس انتر
وكل الأمور بصير يعني بنتقلوا كلياتهم لهون. الآن بدك تدخل على الكوغا، انت شايف هون طبعا بهمك هون، يعني هاي اللي بسموها يعني المالك والجروب تبعته، مين صاحب هاي الفايلات ومين الجروب اللي مسموح له يعني يتحكم فيهن او يطلع عليهن. طبعا لا تنسى انه في عندك هون الكوغا في تي، هاي بس لهذا الفولدر وهذا لهذا الفايل وهذا الفايل. ايش الاعدادات؟ بس بدك تيجي مثلا هون، لو خلينا ناخذ مين، خذ مثلا نعمل في اي ل بي جي بي دي دوت كونف. فانت هون شايف انه في عندك اعدادات، ما يعني ما بيلزمك اي شيء هون نهائيا. انت يعني كل شيء تقريبا معد جاهز وكل شيء، لكن اذا انت حبيت يعني بتقدر تعدل عليهم. هم عبارة عن تكست فايل، يعني بهمك كمان اللي هم يكون هذا الفايل موجود. الزيبرا اللي هو فعليا البروجكت الاساسي تبع الكوغا. هاي شايف هون انا عملت بس لوك فايل علشان اذا صارت في اي شغلة اعرف مباشرة. يعني بتقدر مثلا تضيف كمان باسورد عندك، ما في مشكلة. فمثلا بتقدر تيجي هون تحكي له مثلا باسورد مثلا كوغا، وبهيك يعني بصير يطلب منك الباسورد وهاي الامور. لكن يعني انت هاي الطريقة اللي بتعدل فيها على الملفات. طبعا الان علشان يتفعل عندك يعني هاي كل الاعدادات الخاصة بالراوتر، فانت بيظل عندك تحكي له سيرفيس سيرفيس. طبعا بدك تشغل الزيبرا، تحكي له ستارت، وكمان بدك تشغل مثلا اذا بدك الريب، ريب طبعا ريب دي، والاو اس بي اف اللي احنا راح نتعامل معها اليوم. صراحة يعني ما اخبيش عليكم اني حاولت اعمل عملية ناتينج عن طريق الجونوس، يعني عن طريق الجونيبر راوترز، بس المشكلة انه ما فيهم. يعني انا بس منزل باكيجز بسيطة جدا عشان اعمل فيرتشواليزيشن، مش يعني فول راوتر. ففي عندك سكرين يعني باكج او سوفت وير مش نازل على الجونيبر راوتر هذول، فما بيقوم بعمليه الناتنج عشان اورجيكم الامور شغاله. ف يعني اللي عملته فعليا اني وصلتهم باللينوكس راوتر او اللي هو الفاير وول. حاليا راح نعمل كونفيجريشن للفاير وول، او راح اورجيكم شو الكونفيجريشن لها. وبعدين عملت او اس بي اف اريا 0 هون، بعدين OSPF Area 1 2 هون Area 2 3 هون. طبعا هنا يعني راح نتكلم عليه بس لما نخلص يعني يعني الاعدادات كاملة للفاير وول عندنا. ففي عندنا هنا بهمكو من هاي بهمكو الماسك، وبهمكو كمان انترفيسز، بهمكو الرولز البوليسي، وكمان عندك شورول دوت كونف. شورول دوت كونف ما في عندك غير بس انك بدك تحكي له شورول دوت كونف. هون هاي بدك تخليها ياس، فهون عندك بس هاي بدك تغيرها من نو. هي بالاصل بتكون نو بتكون نو، فانت بدك تيجي تحكي له لا ياس، بعدين بدك تيجي تعمل سيف. وهون كمان بدك تيجي تحكي له الماسك. فطبعا هون بتضيف اللي بدك اياه يعني، بس انا ضفت هاي. طبعا كيف عرفت انه ايثرنت 5؟
يعني اخليكم تلقوا نظرة على الانترفيسز الموجودات عندي. لو حكيت له fconfig يعني هاي الموصول بالانترنت، هاي الشبكة 10 هاي اللي بتوصلني بالانترنت هون، يعني هي النت. في عندي كمان هاي اللي انا عامل عليها SSH. في عندي كمان ايثرنت 2، هاي اللي انا شابكها فعليا بالجونيبر راوترز. فهاي هي اللي راح فانا كل اللي عملته اني جيت هنا وحكيت له انه بالنسبه لل الزونز طبعا بدك بدك هون تحكي له شو الزونز. بعد ما تحكي له شو الزون يعني المناطق اللي بدك تعملها بالفاير وول، يعني بدك تيجي هون تحكي له يعني بدك تحكي له عن البوليسيز. فالبوليسي بتقدر هون تضيف البوليسيز اللي بدك اياها، بتقدر تحكي له بس من النت اعمل دروب، يعني اي شيء من النت اعمل له، لاي شيء اعمل له دروب. بتقدر تيجي هون فاير وول لاول اكسبت فاير وول، بصير تيجي هون مثلا يعني يعني مثلا هون تحكي له اول، وكمان هون عادي ما في مشكله اول، لانه كل يعني اللي متعامل معها حاليا يعني هو عباره عن يعني لاب يعني مختبر مش هاي. فمن يعني كلهم لكلهم اوكي، بس النت ممنوع يدخل لعنا. ليش؟ لاني يعني انا بدي اعمل عليه ناتينج، عمليه الناتينج. هاي بوليسي يعني ما في هون كمان انترفيسز، يعني بدك تحدد ايش الانترفيسز الموجودات عندك. طبعا هون انت شايف هذول من وين جبتهم هذول، صراحة هذول من يعني من من ال من الكونفيجريشن نفسهم. يعني انا لازم ورجيتكم الكونفيجريشن، بس هو بالسنتوس يعني مباشرة بينزل لك هذول فايلز. هذول كل الفايلز هذول بتلاقيهم موجودات اول ما تحكي له كوغا سوري يعني شور وول انستول شور وول. لكن اذا بدك اياهم تقدر تحكي له، اذا بدك تشوف كونفيجريشن، اذا بدك تشوف اعدادات يعني لاشخاص ثانيين، فكل اللي راح تعمله انك تحكي له شير، بعدين تحكي له على الدوك، بعدين تحكي له شور وول، بعدين تحكي له هون سامبلز. وفي عندك هون مثلا 3 انترفيسز 2 انترفيسز زي ما بدك، لكن سوري سامبلز. بعدين مثلا بتقدر تحكي له بوليسي، تفرج هون على البوليسيز موجودات عندك بيكونوا يعني من نت لاول دروب، من اول لاول ريجكت. هون طبعا بتضيف انت من اللوكال اللي هو انت الشبكه اللي انت بتكون واصل عليها اجهزتك والسويتش تبعك، من لوكال لنت اكسبت، او حتى بتقدر تقول له من لوكال لاول اكسبت، لانه انت راح تعمل عمليه مانجمنت للفاير وول تبعك. في كمان عندك البوليسي، في عندك الانترفيسز كمان هون، هاي حاط لك اياهم كلياتهم، انت بتقدر تضيف يعني اللي بدك اياه. فيعني ما راح تتغلب نهائيا. جميل بالشور وول انه مش زي الاي بي تيبلز. اي بي تيبلز احنا لو اورجيكو هاي الاي بي تيبلز، شو اللي بيعمل الشور وول؟ كل هذا يعني هو بيعمل جوب دان خلاص. يعني لو حكيت له عشان تشوفوا كم يعني كل هاي انتو بيكون ضايف لكم اياها مباشرة بدون ما انتو تكبدوا اي عناء. وهذا شيء كثير رائع. يعني كمان ايش مثلا بالنسبة للماس كمان، بالنسبة للماسك هون اضيفوا كل الاشياء اللي يعني راح تحتاجوها هون. يعني مثلا لو انا راح احتاج ايث مثلا 5، اضيفوا هون مثلا يعني هو غالبا هذول كل الشبكات اللي انتم راح تحتاجوها. لكن اذا انت في عندك شبكة معينة فبس انت بتضيف مثلا
1.0/24 مثلا اذا كانت عندك بالبيت. ضيف مثلا غالبا بيكون في هاي كثير يعني منتشر اللي هي 0.0/24، هذول اكثر شيء يعني موجودات، فبتقدر تضيفهم عادي ما في مشكلة. بعدين اخر شيء بتحكي له شور وول ريستارت، وهيك بيكون بيعمل لك الكومبايليشن. اهم شيء تأكد انه اي بي فيرجن 4 انيبل، وكمان تشوف هنا بس لو تحكي له شور وول شو بوليسيز، فانت شايف هنا ايش البوليسيز الموجودة عندك. هاي انت بس تفرج عليهم يعني، خاصة النت بدك تأكد انه كله للنت، يعني كل اللي من النت عملية الدروب او ريجكت، فعندك الباقي يعني انت حر بايش اللي بدك تعمله، لكن هو اللي بجهة الثانية. ليش عملت له ريجكت من النت؟ لانه فعليا احنا راح نعمل ناتينج عليها، يعني احنا هذا هو الفاير وول تبعنا، راح نعمل ناتينج للانترنت عن طريقه بيحول الاي بي ادرس من لوكال لجلوبال. انا حكيت لكم انه هنا واجهت مشاكل بالناتينج، ويعني مهمتنا مهمه، الميشن تبعنا هي الميشن انه بي سي لازم should reach يعني بصراحة مش عارف reach the net. منيح هيك، هاي الميشن تبعنا. في كمان شغلة يعني أخيرة قبل ما يعني ننتقل من هذا الموضوع، اللي هي لا تنسوش انه في عندك DHCP، وهون بدك تحكي له VI. طبعا هون DHCP راح تشوف انه في واحدة سامبل وفي واحد .conf. فعليا هاي ما بتكون هيك، يعني ما بتكون معبية بهاي المعلومات، غالبا بتكون فيها بس يعني موضوع واحد. لكن من وين بدكم تجيبوها كمان نفس الشيء، بدكم ترجعوا هون على على الدوك يوزر شير دوك DHCP. بعدين بدك تحكي له في عندكم هون شايفين السامبل هاي، فاي DHCP d.conf.sample، هاي نفس الموجودة عندنا بالهاي بال بال باللوكيشن تبعنا. فاحنا راح نعمل له هون configuration. مثلا لو انا بدي اشغل الدي اتش سي بي، طبعا اول شيء بدي اخلي يعني هو المسؤول. كمان هون مثلا خلينا خلينا ناخذ هاي السبنت. السبنت طبعا تنسوش تشيلوا كل هاي الاشياء، يعني يفضل. ليش؟ لانه لازم تتاكد انه كل كونفيجريشن عندك تمام 100% قبل ما تشغله. لكن انا راح اعمل سامبل كونفيجريشن. لو انا مثلا الفاير وول وبدي اعمل بدي اعمل يعني ريلي، لا او بدي اعمل سيرفينج للدي اتش سي بي، فهي النتورك تبعتي زي ما احنا شايفين عندنا على الراوتر، وهون بده يكون عندك 172. طبعا هون انت بدك تحدد شو الرينج اللي بدك تعمل يعني تعطيه للهوست الموجود عندك. لكن بالعاده يعني الناس بخلوه مثلا من 100 ل 200
وهيك بالعادة يعني، مش قاعدة، لكن غالبا هون انت بدك تشيل هاي هذول الدي ان اس سيرفرز. الدي ان اس سيرفرز مثلا بتقدر تحط هون مثلا جوجل دي ان اس سيرفر، وبتقدر تحط كمان مثلا هاي يونيفرسيتي بأمريكا، جامعة بأمريكا، وبتقدر تحط مثلا هون أي شيء بدك إياه يعني، مش ف يعني هاي هذا الشيء برجع إلك يعني، مش كمان إيش الدومين نيم مثلا. خلينا نحكي الدومين نيم هو عبارة عن lab.org يعني ايش اللي بدك تسميه داب. طبعا هذا مش شيء مهم، لكن يعني طبعا هذا هو الراوتر اللي هو الاي بي ادرس تبع الراوتر اللي بدك تعطيه للمستخدمين على الشبكة. يعني بدك توزعه عن طريق الدي اتش تي بي سيرفر، هون بدك تحط البرودكاست ادرس للشبكة تبعتك اللي هي 172.21.255. هون ما في داعي تغيرهم، لكن هاي كل الأشياء اللي أنت بتحتاجها الآن. لو أنا بدي يعني أوزع أو لا خلص يعني، بس هاي من هون لهون هي كل كونفيجريشن راح تحتاجها. بيبقى عندك هون إنك تعمل WQ، وبتيجي هون على تكيرو في آي ديفولت. طيب يعني يعني بضل عندك سيرفيس دي اتش سي بي دي ستارت، او فانت شايف انها شايف يعني هون الستاتس بتبين لنا ستوب. بضل تعمل ستارت، لكن انا ما بدي اعملها ستارت لانه يعني راح تسبب لي مشاكل على الشبكة، ممكن تعمل لي بلوك من الفاير وول. فانا يعني راح انهيها. بضل تيجي تحكي له سي اتش كي كونفيج دي اتش سي بي دي اون، عشان تاكد انه افتر ريبوت يعني كل بعد عمليه الريبوت كله راح يكون في عمليه الاون. بيبقى عندك هون كمان تيجي تحكي له كمان شور وول كمان اون، وبدك تعمل كمان ل مش كوغا. طبعا هون بيعتمد على ايش اللي انت مشغله، فمثلا بتقدر اون، وكمان بدك تعمل مثلا ايش ريب دي اون او او اس بي اف دي اون. هاي هيك بتكون انت عملت كل كونفيجريشن للراوتر. بعدين بتحكي له في تي واي اس اتش، تدخل على الراوتر وبصير عندك الراوتينج. طبعا لو حكيت له شو اي بي راوت، فهاي الراوت الموجود عندي. طبعا لو حكيت له شو رانينج كونفيج، عشان اورجيكو كونفيجريشن عامل للايث 2 اللي هو هاي اللي كنا نوزع عليهم. يعني هذا هو الراوتر المسؤول. في عندك طبعا هون الكونفيجريشن كمان بهاي الكونفيجريشن من جهة النت، فهو 20 على الشبكة. في كمان هون عندك الراوتر او اس بي اف. المرة الماضية اتفقنا انه 10 جيجا، فهاي 10000 معناته 10000 ميجا بت بير سكند، هاي ريفرنس باندويث. عندي الراوتر اي دي، وعندي النتورك هون اللي هي اللي بدي اعلنها عن طريقها بدي اعمل نيبر ريليشن شيب. وفي عندي ديفولت انفورميشن اوريجينيت اولويز. ليش ديفولت انفورميشن اوريجينيت اولويز؟ عشان توزع عليهم ديفولت جيت واي حاليا على باقي الشبكه. حاليا هذا الجزء يعني من الفيديو انتهى. ف يعني بشكل استماعكم حاليا، السلام عليكم ورحمه الله.